إذن مشاهدينا، كما تتابعون من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نتابع مجريات عملية سحب الاستمارات الفردية، التوقيعات الفردية أقول، للراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون. هذه هي إذن صور مباشرة نتابعها من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. نذكر دائما أننا نتابع مجريات عملية سحب الاستمارات التوقيعات الفردية للراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون. هي صور مباشرة إذن نتابعها من على المباشر دائما من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. هذه مجريات عملية سحب استمارات التوقيعات الفردية للراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون. هذه العملية التي بدأت منذ استدعاء الهيئة الناخبة، متواصلة ويصل عدد الراغبين في الترشح إلى غاية الساعة، والذين سحبوا استماراتهم إلى 35 راغبا في الترشح. السيد عبد المجيد تبون الراغب في الترشح قد أعلن قبل قليل عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية خلال لقائه الإعلامي الدوري. إذن هذه صور مباشرة تصلنا من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إذن تستمر عملية سحب استمارات التوقيعات الفردية. هذه هي مجريات العملية على المباشر تتابعونها من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. السيد عبد المجيد تبون أعلن عن نيته عن الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذه هي عملية سحب استمارات التوقيعات الفردية تشاهدونها على المباشر من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إذن كما تشاهدون مشاهدينا من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، العملية جارية في ظروف جيدة
والتسهيلات، هناك تسهيلات إدارية تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنجاح هذه العملية، عملية سحب استمارات التوقيعات الفردية للراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون.